تاريخ جديد، سيكون النادي الأهلي على موعد مع تسجيله مساء الجمعة في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حين يلتقي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، الذي يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا به برصيد 8 ألقاب. الأهلي مع بطولة السوبر الإفريقي يمتلك تاريخا حافلا ومميزا بالأرقام التي لم يحققها غيره، فبخلاف أنه النادي الأكثر فوزا باللقب فهو النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق الكأس مرتين متتاليتين في 3 مرات، كانت الأولى في 2006-2007 والثانية في 2013-2014 والثالثة في 2021 و2022، كما أن الأهلي هو الأكثر تواجدا في كأس السوبر ب10 مشاركات، خسر مرتين فقط، الأولى كانت أمام الزمالك والثانية كانت أمام وفاق سطيف الجزائري. في مباراة الجمعة يدخل الأهلي اللقاء وسط آمال كبيرة في استمرار سلسلة النجاحات التي حققها الموسم الماضي مع مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما حقق كل الألقاب التي شارك بها، الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا. ويسعى كولر إلى افتتاح الموسم الجديد ببطولة مهمة ستمنحه دفعة معنوية قبل المشاركة في بطولتي الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية. المارد الأحمر قبل السوبر الإفريقي دعم صفوفه بصفقات قوية كانت على قدر طموحات جماهيره، حيث ضم إمام عاشور والمغربي رضا سليم في وسط الملعب، بجانب الصفقة الأهم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق. الأهلي مع فرق شمال إفريقيا في كأس السوبر له اليد العليا في هذه المواجهات، حيث لعب أمام أندية المغرب والجزائر وتونس في 7 مواجهات، فاز في 6 منها وخسر 1 فقط بركلات الجزاء الترجيحية، وكانت أمام وفاق سطيف الجزائري، وكان وقتها الأهلي بطلا للكونفدرالية، حيث فاز الأهلي بجميع مباريات كأس السوبر وهو متوج بدوري أبطال إفريقيا. طموحات جديدة وكبيرة لجماهير الأهلي في الموسم الجديد يسعى من خلالها لكسر كل الأرقام في الموسم الماضي، فهل يكون كولر ورجاله في الموعد وتكون البداية مع كأس السوبر الإفريقي؟